باهي. سينو الجردة متانا ماهيش خايبة با دو تو. لهنا ماذا بيا نبني حكاية بالله خلينا نجرب. عرفت الجردة دي شو نعمل طلعة منا فين؟ في الجردة في الجردة في الجردة في, في وسط الجردة ماكش في وسطها تحت تحت هي هي تحت الجردة فما شكون يهبط تحت بون ما حفظناش ماني فوقك يعني تو به شكون الخوافة اللي ذرميت خوافة بيت صحيت لازمني نعمل وين هي اقل تي اسكت خل ركز ما نجمش نحكي شو نعمل دروج غادي نطلع دروج ونزينها شوية عرفت لازمني كوبل ستون عنا كوبل ستون هنا ما عناش كوبل ستون لوتا كوبل ستون ولا ما نهبط معناها تحب لي عامين يعني باش نهبط لوتا هاتي بكري شفتو سي بون وصلت وصلت اما كله موس موسي اش ما عناش كوبل ستون عادي رسول فما اما مش هنا مش في دارنا مش مايني شويه مال مايني ليتس جو مايني مش مايني كوبل ستون يا ضيحتي اهو يا هوا استنى قال له هوا تكسرش الدار مانيش مكسر حتى الدار انا مشيت خرجت من الدار سي وين مشيت الحفره اللي تحت فيها بكري هاي تاع الرنب ليه ما هوش برا انا مش مايني من هنا نسيت واصل شكون نسيتها كيف هني يعني باش مايني منا ون عنا برشا ما عملناش فيديو نسيت ايه نسينا برشا حاجات في ماينكرافت بصفة عامة المهم حتى الكوبل ستون ما عرفتوش انا لا فضيحتك راه هكاك الكوبل ستون ما هو ستون يخرج شبيك برشا هكا كان هذيا ما تعرفها برشا بالرسم هذيا حطولي بون ندورو منا شو هذيا مزروعة غادي ما طلعتش وين كنتي تو في الجردة شو مش نعمل حاجة دبر بون ما يبقى ما يعمل لازم ينرفزني يعني معنا بون نعمل تعرف شنو نعمل باش نمشي نكمل لك الدار اللي بنيتها انا هي تاع العلاج هذيك هي ما من غير ما نسكرها جست كيك خلاها من غير ما نسكروها هذي ايش عملت فيها جست باش نطلع دروج يعني في سامنا جاتني فكرة زعما هكا تختفي ما عجبتنيش لازمني سلابس يذهولي باه دونك نمشي جيدنا كان طلعها هكا ما تختفش زاد اوه مشكلة ذي بون نحاول اني نطلع مش عرفت نحب نعمل دروج مزيان نجي منا نعمل لك نعمل سلاب وبعد نطلع منها سلاب اخر بعد راسي لي دروج كله سلاب زولا كيفاش نبنيه من فوق زعما كيك لا كيك ما تخطفش باه نزيدو واحد ندخلو واحدة كيك هك ترى جاتني فكرة طحفونا كيك أبركي فكرة طحفونا نهضوا لنا خط ايوي هذه أبرك شوي جست لهنا لازمنا نلقاو لها حل باه اي نيد سلابس كنت تحب يجي اشوف وينك انت اني قريب للعلالس تو تعرف تشوف حاجه جديده لحظه نعمل شويه لقيت حاجه زاد جينا منها قبل لقيت شيء مانيش نراه في حد تاع لوطه خاطر يعني
ايش بحذا كزوز ديار فينا على كزوز بنيات صغار ايه فما حفرة ولا ايه مريت شي باش نبرهم مازلت ما هبط من فوق يعني مسقف قاع نشوف فوق سطح برا ماكش باش تشوف اوكي خاطر اللوت ايوه هو هي به وشني هي قلت نعبيها ماك وش عليها دار عرفت شنو هي اللي هي القنطره وهذه نعبيها بالماء باللوطة نسكرها من هنا شوية نسكرها من هنا شوية وتوليك وش مثلا علاش لا ونحل من هنا ومن هنا نجم نعمل واحد ريفير كامله راه والله فكر نعمل كل ريفير بون صعيبه باش تاخذ شويه وقت ما ميسالش نعديوها نكملوها منها نكملوها الغادي نطولوها شويه اش قولك باه معناها باش نحلو منها هذا الكل نحلوه وغادي ونهزوها نعم. بعيده شويه ولا نهبطوها في القاعه ولا فازت ايش اشوف ايش اشوف انت ايش اشوف لهنا دجاج فم تي لا نحكي لها ماذا بيا انا عداها على الطريق يعني خاطر قنطره بين زوز ديار اش تعمل به لازم تي معناها لا من غير تي انتي بالبالا بالبالا نخدموا لعنه مش بالتي انتي اما لازمنا نشوف بون هذوما ما حش نشبههم نحن هك ولا هكا عملك طحت باش يجيك الماء تو تك بون عندهم يعمل لنا ما غادي لازمنا سطل عامل لنا سطولي سطولة سطولي سطولة يا سطل عامل لنا ما حش يعني 3 4 5 حتى كيما يساعدك واني باش نحلها منا شويه نحلوها هذا الكل نعملو كريفير من هنا علاش لا خاطر عجبتني الفازه قنطره صغيره لا ديجا قيت تسطل المعبي بالماء جيب وجي اعمل واحد جديد اعمل زوج ما عندناش برشا كابل ستون بالايرن لازم استل حجر ريت مره استل مصنوع من الحجر فم اباي في ماينكرافت خطر ما تفهم شيء مالك يا الواد قول لي فم كي تي ما تفهم شيء ليه نكمل فيسع الوحده نتاعي هذيك بون هاكم تشوفوا في الحلقه هذه معناها قاعده نقولوا نزين وطريف ونحكي وطريف على خضر عنا برشا ما عملناش فيديو دونك نعمل استنى اهو ايزي كه بون عندي مشكله كيف باش نعمل اني في هذه يو يا ربي كل مره دخلتني بعض الدار الجميل زعما نعملها هكا مش مزيانه الفازه الزه هذه مش مزيانه الفازه هذه مش لا انا هاو منو الايرن ها هو الايرن نزيد واحدة مال يظهرلي الايرن شوية راه عنا مازالش استهلك ما عندناش اصلا ايرن يا عنا ودي عنا اور عنا نعمل بالذهب لا ودي مش اور ذهب اور ايرن اور شنو هو ايرون اور تيلخ اوه يا رسول يلا الواحد الايرون اور هاي ليل هي ديجا كيف باش نفسروا له هذا اوه واني 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 ذكي برشا الزح وحلنا فيها هذه تو ايرون اور سي بون فهمتك خايب هي تحفونه كي تجي تشوف ماشي خايبه اما هي ناقصه واحده نزيدوها كعبه تزيد حتى خمسه نزيدوها هاي مسالش ما انا خاسرين شيء هذي كيف باش نعمل نعملو هكا زيدو هذي انا نعملو واحد كيك
اي فوالا سي بون، نرجعوا التراب. كيك صافا هكا تظهر ناتوريل. وي تظهر ناتوريل. بون هذه لا نطلع واحدة مغالي. لا هكا لا، شنو اللي يضرب فيا من جهة هذه كي بعد؟ بون خليوها هكا، علاش لا؟ ماشي خاب اوموا دروج اخر كرسي اخر. بون نمشي نمرقد تو، نمشي نمرقد تو. به علاش لا؟ اي 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 ايوا راسك وجعك؟ لا جاني النوم، رجعنا في القرايه. الواحد يجي النوم بكري، هذيك المشكله. اني في السلاعه، انا في السلاعه ديما يجيني النوم. يجيني النوم بكري، خليني اني هكا ولا هكا يجيني النوم بكري. حتى في السلاعه، السلاعه نقوم بكري خاطر ما نعملهاش فاست، نرقد السبعة ونقوم الخمسة طالع شيء حبهاش. ذيك في أكثر يعملوها في رمضان، تي رمضان حاجة أخرى بيصير، ويمشي بحر الأربعة متاع الصباح يروح في الثمانية العاشرة. إيه هذيك حاجة أخرى، ويمشي يرقد ويروح يرجع يدوش ويرقد. ايه صحيح. بون نرجعوا للبروجي نتاعنا تو نتاع جو لما حاله، اما الروتين كيف يقعد برشا. ايه مش باهي للبدن هيك تقعد برشا نفد ديجا. ايه جبت سطل معاك ولا جبت؟ حارب اضرب اهوك. تي مات اهو مات غرق مسكين. تصب عليه سطل. راك فوق سطل، قالوا تصب عليه سطل. يقول دلوقتي ما تفرغوش استل، ما تفرغوش ما تفرغوش، رجع رجع عبي. بس باش نعملو واحد بير، يجي لنا نعملو بير. بون قول قال عنا بير بجنبنا، اعطيني استل اخ. حط في الحفرة هيك، لازمنا واحد اخر ترى استل اخ. حط في التركينة الاخرى كوان هذي. ايوا واعطيني سطل تو. عندك مازال عندك واحد ولا؟ عندي سطل اخر ونجم نزيد نصنع اخر. برا نبداو بهذا مالا. نيفو نتاع الماء نعملوه للفم ولا متوسط؟ متوسط. شوف شنو نقصد هكا في العليا هذه ولا الفوق بالكل؟ فوق بالكل، فوق بالكل خير. وكي تعبي مش في بالي العكس باش تهبطوا برشا. عبي عبي من واحد من هذه. اي ومن بعد تحط على غادي. تحب لنا شويه على محل اللي نعبيوها الكل، ما مسالش هذا الوقت بزايد معناها بروجي يستحق شويه. نعملو تايم لابس، اش قولك في اللقطه هذه نعملو تايم لابس؟ لا لا كيفاه تايم لابس؟ لازمنا جوارخ. كيف باش تعملها تايم لابس؟ في ما ها تعرف شنو لازم واحد اخر يلعب معانا يوقف في بلاصته فوق السقف مثلا ويبدا يريكوردي ونعملو له تايم لابس ويبدا نبداو نحنا نبنيو فهمت؟ اي ويبعث لنا الفوتج. ايه مثلا مش مستوية. ايه هاي باش تستوي بشوية، لازم البلايس الكل صعيبة شوية بعد ساعات الحكاية. البلايس الكل لازم تكون فاهم معنا، حتى في الوسط كيما غادي مثلا. وين فوق تهبط في المية ما عادش فما رجوعك. باهي عنديش ديرت، عندي ديرت. نقعدش طالع حتى انا كيفك باش نقعد لا ما تنفعش برشا الحكاية خاطر غادي فرقت. باهي اش بك شاشي نقعد. اوه يا بيا
على تيبر اي بون. انا قاعد نعبي وما وش يصير في شيء في حتى بتبدل شيء بالها. ايه حتان مضحت. شو الخرار المتخبي تبعد تيش كونو متخبي من اللوت هبط في الخرار يضرب فيا زه. مزالة مزالة هكا تحتك تقريب متخبي. شكون تيسكول ايه فصات منو ساي بون هذي تحب لها لحكي من جي فما ما من هنا زال. هي ما وحلينا الواحد كل مزرعة القديمة الحوض هذي هذي فين العلوش. تاخو منها معناها نورمال اخي بعيدة. هي بعيدة شوية خاطر به هذه لازم نزيد نحلها. باش نقعدو برشا نقعدو برشا دونك تصور نكملوها حتى في الابيزود الجاي ولا نشوفو كي نعملوها افليني ولا حكاية. نعملوها افليني خير تو نشوف الساعة نزيد نحل شوية منها فكرة ديريكسيون. بون ديريكسيون باش نهزها لهنا اكثر يعني ديريكسيون باش نجيبها لهذي هاك ولا هاك. هاي شكون يعاوننا شكون يعاوننا يا ولدي؟ لا من غير ما تعاوننا ما يزالش حب باسيني انتي. كسكولي مزالة زعم عليا ديما نغلق والله يا مزال اما مات مسكين به قرق دونك مازلت قد عنا تو ريكورتيو زوز ابيزودات ثلاثة كيكة ثلاثة ساعة عن. لا لا مازلت ساعة مازلت حتى ساعة غير بوع. لا دخلت بعضي يعني دخلت بعضي ما نجمش اليوم مانيش مركز حسيتو بيا سي سور مش أول مرة أما اليوم مانيش مركز برشا. راسي وليت كوش عليها شلال ماهيش ريفيير. ايه هذه باش تهبط باش تستوى باش تهبط والقنطره نتاعك هذول نحولوها لقدام القنطره نتاعك فهمت لهنا. الاغزر شنو حبيت نعمل انا يا مدخل فهمتك اش تعب تعب يا ولدي فهمتك يا ولدي واضح. اي مسحيت دي ومو كسر في الوسط الواد كسر مره غادي ومو خلاها في الوسط سيمتري يا ربي سيمتري الزحم به حازلو دونك. هذا هو بالنسبه للابيزود هذه دونك عملنا شويه قعدنا نحكيو برشا نعرف وانتم نعرفكم زاد فما شكون باش يقعد يبكي ويقولنا نوبه ودرا شنو هذاك هو يا خويا نوبه كيفاش نلعبو الجو. دونك ان شاء الله الفيديو تكون عجبتكم بيان سور ما تنساوش باش تعملوا طلع عشان نتا جي 4 اي مع هذا الكلام جي 4 اي اي سبورتس جي 4 اي كيل حازل ان شاء الله الابيزود تكون عجبتكم ما تنساوش باش تخلينا جيم كومنتير وابونمون للشنات نتاعنا. مع هذا الكلام نقول لكم الى اللقاء بالسلامة وان شاء الله نتقابلوا في الاحح تحت ابيزود الجاية. باي باي تشاو تشاو.